المصريين كنتمنى من الله تكونوا بألف خير. أحبابي من محل عبد الحسون، يوم جينا لكم إن شاء الله بإذن الله الجديد، انتقلنا من طيور الزينة أو ما يسمى طيور مغردة إلى طيور الزينة مثل البباغا. اليوم إن شاء الله بإذن الله وعدنا واحد الكليان، حنا جينا ليه الجديد بإذن الله إن شاء الله، جينا ليه البباغا اللي كيتسمى بباغا الكابوني ما شاء الله بيان دريسي. هذا المواصفات ديالو، عنده الكاركتير ديالو سبحان الله في شيء. إلا كان ستريسي ما يقدر حتى شي واحد يقرب ليه، ولا كان تبارك الله في القمة ديال كما كنقولوا الحيوية ديالو يكون بيان 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 أكتيف. ونتمنوا الإخوان يساعدونا ويعاونونا. اليوم غادي نوريكم المنتوجات اللي جبنا جديدة إن شاء الله بإذن الله، مثل الطيور، مثل طيور الزينة، مثل السمك، مثل الأدوية، مثل الببغاء إن شاء الله بإذن الله. بقوا معنا كما كتشوفوا المستوى ديال دريسي كيف ديزاين سيبارابل، ما يسمى اللي عاطينو السميه ديالو سميتو جون جون لا يا يا هو ديزاين سيبارابل هو بيان دريسي. ها هو ما يسمى في سالازا كاين بواسون بوش بواسون جون، كاين هاد بوان بواسون زوين هذا تا هو مقطع سميتو بوان، وكاين كاين هاد المشوالي تاهي فيها ديال القهوي، كاين هاد الفريزي تا هي نتوى. بالنسبة للطيور العادية كاين هادو هما الكناري تا هما عاديين. بالنسبة للكنار عادي اللون أخضر، كاين هادو هما الكورة، كاين هادو الكورة، كاين هاديك الأنثى ديال الحسون تا هي ما شاء الله في المستوى. كاين هاد الطير ديال الكناري واجد تبارك الله جد الهيجان. كاين هاد الذكر الله يبارك ما شاء الله كوبية ما شاء الله وداني. كاين داك الطائر ديال الحسون جا هو الله يبارك وداني ما شاء الله. وبالنسبة ما شاء الله الله يبارك، الثمن ديالهم كيبقى 150 درهم بيادة، اللي عجبو مرحبا به إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للبيروش الثمن ديالو كيبقى 30 درهم. كاين الريبو، كاين عادي، وكاين نوبو هي 30 درهم ريشيسيف. وبالنسبة للفريزي تا هو 100 درهم، والكنار العادي 80 درهم تا هو 80 درهم. بالنسبة للسمك كيبقاو 20 درهم، أي سمكة بغا 20 درهم. كنتقلو دابا 250 درهم بياسة، اللي بغاها مرحبا بيه 250 درهم بياسة. ها هو بساط المدرسي كاريكي، هاهي كاينة النشوة مدريسية وكاين الذكر. لا النشوة راه داخلة العشبة غتبيض بلا قفز، كتبقى 700 درهم، وبالقفز تيبقى 800 درهم. كاين كاين هاد لي زانسي بارابل كيبقى بالنسبة لهاد الباطي هذا ديال المشاش الله يبارك ما شاء الله جديد الله يبارك. هذا كيبقى الثمن ديالو، هذا كيبقى 7 دراهم 6 دراهم 6 دراهم، وهذا كيبقى 7 دراهم حتى هو. كاين هذا حتى هو ديال سيريزي ديال 7 دراهم ما شاء الله، هادو كيبقاو 6 دراهم ديال الباطي ديال جندي حاجه مزيانه. بالنسبه للكروكيت، الكروكيت كتبقى هادي 25 درهم، هادي كتبقى ب 20 درهم، دونك لي با تيبقاو ب 6 دراهم. دونك هادو ديال الجنجل ضوينا عليهم، نعاودو نذكرو المشاهدين باش يبقاو ديما على بال. كاين هادي سيري دايره 7 دراهم، كاين هاد جنجل دايره 6 دراهم، كاين هادي 6 دراهم، كاين هاد الباطي 7 دراهم. بالنسبة للحكوكة ديال لي بار كبار دايرين 10 دراهم كاملين، مشكل ديال ميو جانكيب كاملين ب 10 دراهم. كندوزو إن شاء الله بإذن الله للقفوزة، القفوزة ديال المقنيط كاين داك النوع ديال 80 درهم، هذاك اللي حداه داير 60 70 درهم، كاين هذاك تاهو داير 70 درهم، الآخرين دايرين 60 درهم. ونخليكم إن شاء الله بإذن الله جولة مع المحل باش تشوفوا السلعة اللي كاينة إن شاء الله بإذن الله.
واحد ابوني اللي ما مشاركش معنا في قناه يشارك معنا باش ديما يوصلوا جديد. معكم اخوكم عبدو الحسون قناه ديالي معروفه كل تواضع. هو اللي كانوا باغين يستافدوا ويفيدوا او يستافدوا في هذا الدومين هذا بالنسبه للادويه او بالنسبه للشرح ديال الطيور كامله ان شاء الله. معكم اخوكم عبد الله، راه ما غادي يبخل عليكم حتى شي حاجه. ونتمنى من الله اخوان كاملين.